أعزائي المشاهدين، هناك الكثير من المدن السورية وللأسف الشديد تعرضت وما تزال تتعرض لهجمات من قوات النظام ولأخرى من بعض الجماعات الدخيلة على الثورة، والتي لا تختلف أبدا عن أسلوب النظام ونهجه، بل فاقته إجراما وفتكا في بعض الأحيان. مدينة عفرين إحدى هذه المدن التي ترزخ تحت حصار مجحف منذ أشهر من قبل جماعات تدعي انتماءها للجيش الحر ومن قوات النظام، وكأن مصلحة الاثنين التقت في هذه المدينة للتنكيل بالناس. فلا يخفى على أحد حقيقة عدد النازحين الكبير الذي تحتضنه مدينة عفرين، والذي فاق بشكل مؤكد القدرة الاستيعابية للمدينة ذات الموارد المحدودة. لنرى وإياكم هذا التقرير عن مدينة عفرين ولنا وقفة بعده. منطقة عفرين تضم 7 نواحي و366 قرية. يقدر عدد سكان مدينتها والبلدات والقرى التابعة لها بأكثر من 500,000 نسمة، كما أنها احتضنت في الآونة الأخيرة نحو 250,000 نازح من مناطق الاشتباكات والقصف في محافظة حلب وريفها، لتتخطى الكثافة السكانية في المدينة قدرتها الاستيعابية من حيث الموارد والطاقات. وترتبط مدينة عفرين بمدينة حلب عن طريق 3 طرق رئيسية. الطريق الأولى من جنديرس عبر أطما وريف إدلب ومنها إلى حلب وإدلب، وتسيطر على الطريق مجموعات مسلحة إسلامية متطرفة. الطريق الثاني الذي يربط مدينة عفرين ببلدة دار عزة مرورا بناحية شراوة يسيطر عليها بعض الكتائب المرتبطة بكتائب دولة الإسلام، وقد حدثت مناوشات عدة بينهم وبين وحدات حماية الشعب في مطلع شهر أيار الماضي، وعاد التوتر إلى أشده في 25 من الشهر المنصرم. وكان هذا الطريق الوحيد الذي يصل المنطقة بمركز مدينة حلب، وكان يعتبر المصدر الرئيسي لتمويل المدينة بالمعدات الطبية وغيرها من الإلكترونيات وبعض من المواد الأخرى. الطريق الثالث الذي يمر من بلدة إعزاز ومنه إلى المعبر الحدودي مع تركيا، ويصل عفرين بالريف الشرقي من حلب ومنه إلى حي الشيخ مقصود والأشرفية ذو الغالبية الكردية. وبالرغم من فتح هذا الطريق بشكل تدريجي، إلا أن المدينة ما تزال تعاني من غلاء ملحوظ في موارد الطاقة وغيرها من ضروريات الحياة. وقد انعكس الارتفاع في سعر موارد الطاقة والمحروقات على حركة السير في المدينة لدرجة توقفت فيها معظم السيارات الخصوصية عن العمل وارتفعت أسعار المواصلات، كما انعكس سلبا على سعر مادة الخبز التي شهدت ارتفاعا فاحشا في ظل احتكار الجماعات الإسلامية لمادة الدقيق وخرقها لاتفاقيات تقضي بتمويل عفرين من المطحنة الرئيسية الواقعة في أعزاز. الاختلاف والارتفاع في الأسعار يثير تساؤلات عدة عن مدى قدرة الجهات المعنية في المنطقة بفرض سلطتها على تجار الأزمات المرتبطين ببعض التجار وعناصر الجيش الحر من أمراء الحرب المعتمدين على تهريب المواد إلى المناطق المحاصرة بهدف جمع المال من دماء الفقراء. طبيا تضم المدينة 5 مشافٍ خاصة بالإضافة لمركزين صحيين، في حين توجد في كل بلدة تابعة لعفرين مستوصف طبي صغير مخصص للإسعافات الأولية واللقاحات. تعاني هذه المشافي والمراكز الصحية من نقص في بعض الأدوية والمعدات، وبالأخص من غاز الأكسجين الذي يعد مصدره الوحيد مدينة حلب. وبالمحصلة لعل أكثر المتضررين من الحصار المفروض على المنطقة هم النازحون القاطنون في المدارس والمرافق العامة، حيث توقفت لجان الإغاثة عن تقديم المساعدات لهم، في حين اعتمد النازح على نفسه حتى في تكفل الأعباء المادية والمعيشية ضمن مدارس ومرافق عامة ضاقت بهم. وللوقوف على ما تعانيه مدينة عفرين أعزائي المشاهدين، دعوني أرحب بضيفي عبر الهاتف من بروكسل الصحفي الأستاذ مصطفى ريزان. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى هل تسمعني؟ نعم أسمع. بداية أستاذ مصطفى، يا ريت تعطينا ملخص ما لديك الآن من معلومات محدثة عن مدينة عفرين، وإذا تكرمت علينا أيضا بذكر مصادركم من أين تأتون بالمعلومات، تفضل. نعم شكرا. قبل كل شيء، كما هو معروف يعيش السكان الكرد في عفرين والذي تصل نسبة
السكان هناك حوالي 400 ألف نسمة. هؤلاء السكان يعانون من ظروف صعبة كما هو ذكرتم في تقريركم السابق هذا، وحيث هناك حصار صارم يتم تطبيقه من قبل بعض الجماعات المسلحة التابعة للجيش الحر والجماعات الإسلامية السلفية. هذا الحصار كما هو معروف بدأ في 25 من شهر أيار الماضي من هذا العام، حيث بدأت الجماعات المسلحة بعد هجمات مسلحة على الأحياء الكردية في حي شيخ مقصود غربي وشرقي وحي الأشرفية، ناهيك عن هجمات النظام السوري التي كانت تستهدف تهجير قسري للمواطنين الكرد المتواجدين في هذه الأحياء المذكورة، مما جعل أكثر من 250 ألف نازح بما فيهم الكرد ينزحون من مناطق حلب والمناطق المجاورة حتى من وسط سوريا ومناطق جنوب سوريا إلى مناطق عفرين. إذن عفرين لم تكتفي بالمشاكل التي تعاني منها من نقص الأغذية والأدوية، والآن تواجه أزمات كثيرة وهي قطع الطرق والإمدادات الغذائية وازدياد حملات التهجير القسرية وهجرة المواطنين من جميع أنحاء سوريا إلى عفرين. نعم، إذن أنت تؤكد لنا أستاذ مصطفى أن حركة النزوح لا تقتصر فقط على الكرد بل هي من جميع أنحاء سوريا، أليس كذلك؟ نعم، هذا يؤكد حسب ما وصلتنا أنباء أن أعدادا كبيرة من اللاجئين وردت من حمص وحماة وإدلب وحتى من درعا ومناطق أخرى من أنحاء سوريا، توجهت حملات اللاجئين إلى عفرين لأنها مناطق آمنة ولأن الكرد حافظوا على سلمية ثورتهم تجاه المعارضة والنظام السوري، لهذا هي عفرين أصبحت ملجأ آمنا لهؤلاء اللاجئين. لكن الجماعات المسلحة بما فيها الجيش الحر، بعض الجماعات التابعة للجيش الحر، أخذت تهدد أمن هذه المنطقة بفرض حصار اقتصادي. أود هنا أن أذكر أخ أسامة، أستاذ أسامة، بعض المعلومات الأساسية. هناك طريقين أساسيين لوصول الإمدادات إلى منطقة عفرين، أولهما من طريق إعزاز والثاني هو طريق أطمة من محافظة إدلب. هذان الطريقان يستقبلان الإمدادات، كانا يستقبلان الإمدادات قبل 25 من الشهر الماضي من معبر قامشلو ومعبر سيمالكا على الحدود مع جنوب كردستان. وكما هو معروف قامت قوات حزب الديمقراطي الكردستاني بإغلاق معبر سيمالكا قبل شهر ونصف من هذا العام، وايضا بادر النظام السوري ايضا الى قطع الطريق الممتده بين قامشلو وعزاز، وشددت الجماعات المسلحه على الطريق الواصله بين عفرين وحلب ومنعت وصول الامدادات الغذائيه والادويه الى المنطقه. طيب استاذ مصطفى، هل تستطيع ان تحدد لنا تحديدا اخر تاريخ وصلت فيه مساعدات الى مدينه عفرين؟ أستاذ أسامة، آخر تاريخ كان في 25 من شهر أيار الماضي. نعم هذا هو آخر تاريخ، وحتى الآن يعني منذ شهرين تقريبا لم يصل إلى عفرين أي مساعدات من أي نوع كان، لا طبية ولا غذائية. نعم، كانت هناك إمدادات تصل ويقوم الهلال الأحمر الكردي بالتنسيق مع لجنة الإغاثة التابعة للهيئة الكردية العليا بإيصال المساعدات الغذائية حتى 25 من شهر أيار الماضي، ولكن بعد قطع المجموعات المسلحة التابعة للجيش الحر ولواء التوحيد والجماعات التابعة أخرى لدولة إسلام بلاد الشام والعراق وجبهة النصر الطريق الواصلة بين عفرين وحلب والمناطق الأخرى التي كانت معبرا لوصول الإمدادات من قامشلو ومعبر سيمالكا الحدودي. طيب أستاذ مصطفى، يعني هل هناك تواجد لأي منظمات دولية في السابق قبل عملية الحصار وإحكامه على مدينة عفرين؟ هل تدخلت بعض المنظمات الدولية لدعم المساعدات لهذه المدينة بطريقة أو بأخرى؟ مع الأسف المنطقة تعاني من تهميش دولي
من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية تجاه ما تعيش فيه منطقة عفرين من أزمة حادة، أزمة إنسانية بالفعل هي أزمة، وممكن أن يكون لها عواقب سلبية كبيرة. إذ تستقبل عفرين كما ذكرنا آنفا موجات من اللاجئين من عدة مناطق من سوريا، ولذلك نعم. حتى الآن يوجد تهميش دولي لهذا الوضع الذي تعيشه عفرين. بالفعل هذا وضع مزري لا يمكن تقبله من ناحية المنظمات الإنسانية. إذن لا توجد أي منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في منطقة عفرين سوى الهلال الأحمر الكردي ومؤسسة أو لجنة الإغاثة التابعة للهيئة الكردية العليا، ولكن هاتين المؤسستين حتى لا تستطيع أن تؤمن كافة المواد الغذائية والأدوية، لأن الطريق الواصلة بين المعابر الأساسية لوصول الإمدادات ومنطقة حلب وعفرين هي مقطوعة بشكل كامل من قبل المجموعات المسلحة التابعة للجيش الحر وجبهة النصرة. طيب أستاذ مصطفى، يعني ما هي أسباب الحصار المفروض على المدينة برأيك، خصوصا من الجماعات التي تدعي الانضمام إلى الجيش الحر أو فصائل الجيش الحر ذاتها؟ يعني يبدو أن مصلحة جبهة النصرة والجماعات الأخرى اتفقت مع مصلحة النظام في حصار المدينة، ما هو السبب برأيك؟ هناك بعض القوى والأنظمة الإقليمية التي لا تريد أن تستقر منطقة كردستان أو غرب كردستان في سوريا، أن لا يحصل سلم بين جميع مكونات المجتمع السوري في منطقة عفرين على الأخص، لأن هذه الدول والقوى التي ذكرتها لها حسابات وأجندات خارجية، لهذا لا ترغب بالأخص تركيا على سبيل المثال أن يكون هناك استقرار في المناطق الكردية لكي لا تكون نموذجا للتجربة الثورية السلمية في سوريا. لهذا تركيا بشكل محدد هي تدعم هذه الجماعات المسلحة ولا تريد أي استقرار أو تطور للحركة السلمية الثورية في غرب كردستان، وهي تعارض بشتى الوسائل حدوث أي تطور أو حتى تطبيع هذه التجربة الديمقراطية في غرب كردستان على كافة أنحاء سوريا. لهذا تدعم الجماعات المسلحة، والكل يعرف بأن الجيش الحر وفصائل عديدة من جبهة النصرة، دولة إسلام العراق وبلاد الشام ولواء التوحيد كلها تتلقى الدعم بشكل مباشر من الناحية اللوجستية والعسكرية من تركيا، لهذا لها مصلحة في عدم حدوث أي استقرار في المناطق الكردية. طيب أستاذ مصطفى، يعني هناك أخبار تقول أن بعض الجماعات المسلحة خففت بالفعل من الحصار وتوجهت بقواتها إلى تل أبيض بدلا من البقاء في عفرين، هل تستطيع تأكيد أو نفي الخبر، ولماذا حدث هذا برأيك إن حدث؟ طبعا أستاذي العزيز، الحصار ما زال مستمرا، يمكن أن نتحدث عن تخفيف بعض تمركز القوى العسكرية على الطريق الواصلة بين منطقة عفرين وحلب والمناطق الأخرى في سوريا، لكن لأن الجماعات المسلحة تلقت ضربات من قبل جبهة الأكراد ووحدات حماية الشعب في منطقة الأبيض، لهذا تحاول الجماعات المسلحة أن تتلافى الضربات وتحاول أن تعيد الكرة ومحاولة السيطرة على تلك المناطق التي خسرتها في الحرب في المعارك الأخيرة. لهذا لا يمكننا أن نتحدث عن تخفيف الحصار على منطقة عفرين، كل ما هو يمكن أن نتحدث عن تغيير أماكن وتمركز القوى العسكرية التابعة لهذه الجماعات المسلحة. طيب هل تستطيع أن تحدد لنا أسماء هذه الجماعات المسلحة؟ يعني هناك أيضا كثير من الجماعات الجهادية أو الجماعات الأجنبية التي أتت من الخارج وتدعي الانضمام إلى الجيش الحر، يعني هل الجيش الحر بفصائله المعروفة هو الذي يحاصر عفرين أم جبهة النصرة وبعض الفصائل الأخرى التكفيرية أو الجهادية؟ مع الأسف هناك بعض الجماعات الإسلامية التكفيرية تسللت إلى قطاعات وفصائل كبيرة من الجيش الحر. يمكن تسمية هذه الجماعات بهذه الأسماء التالية: جبهة النصرة المعروفة بعلاقتها بتنظيم القاعدة، كذلك دولة الإسلام بلاد الشام والعراق، وذلك أحرار الأمة ولواء التوحيد وأحفاد الرسول ومنظمات أخرى وفصائل مسلحة إسلامية أخرى تنضم تحت لواء القاعدة في سوريا، وهي
تدعي بأنها جزء من المعارضة المسلحة في سوريا وجزء من الجيش الحر الذي يحارب النظام السوري. لا يمكننا أن نتحدث بأن الجيش السوري الحر بكامل فصائله هو يوافق على هذا الحصار أو على هذه الحرب، ولكن جزء كبير من الفصائل المسلحة التابعة للجيش الحر هي تحارب الآن وحدات حماية الشعب وتفرض حصار صارم على المناطق الكردية في عفرين. طيب أستاذ مصطفى، هل لديك أي معلومات محدثة عن تل أبيض الآن؟ ولماذا تهتم الجماعات المسلحة بهذه المدينة بالذات أو ربما أكثر من عفرين برأيك؟ لماذا؟ نعم، الكل يعرف أن هناك معبر حدودي في منطقة تل أبيض الذي يربط الحدود التركية مع سوريا، وهي منطقة أكشكلا أو باب المعبر الحدودي الذي تتلقى فيه الجماعات المسلحة الإمدادات العسكرية واللوجستية من تركيا، وهو معبر هام من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لهذه الجماعات، ولهذا تهتم هذه الجماعات بالسيطرة على هذه المنطقة لأنها تحصل على أرباح وإنجازات كبيرة من الناحية العسكرية وتقدمها في الجبهات العسكرية. وهناك معبر رأس العين أو سريكانية المعروف الذي قامت وحدات حماية الشعب في الآونة الأخيرة بالسيطرة عليه وإخراج الجماعات المسلحة التابعة لدولة إسلام بلاد الشام والعراق التابعة لجبهة النصرة. لهذا هذين المعبرين مهم جدا لهذه الجماعات المسلحة لكي تفرض سيطرتها على المناطق الشمالية، فإذا خسرت هذه الجماعات هذه المعابر الحدودية فلا يمكنها أن تستمر في حربها بالسيطرة على المناطق في شمال ووسط سوريا وتقدمها في جميع أنحاء سوريا. لهذه المعابر لها من الناحية الاستراتيجية أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الجماعات. لهذا نلاحظ بأن الجماعات المسلحة وعلى الأخص الكتاب الإسلامية المتشددة تحت اسم دولة إسلام بلاد الشام والعراق تحاول جمع قواها وجلبها من مناطق عفرين ومناطق أخرى وتوجيهها نحو منطقة الأبيض. كذلك سمعنا عن كتاب الفاروق التابع للجيش الحر تحاول أن تدعم وتساند هذه العملية لأنها تحصل على أرباح كثيرة من هذا المعبر الحدودي، إذ أنها تفرض كذلك جمارك وتقوم بمصادرة أموال عديدة وتحصل على إمدادات عسكرية ولوجستية من الدولة التركية مباشرة. طيب أستاذ مصطفى، سؤالي الأخير لك، إلى أين برأيك تتجه الأمور في الشمال السوري؟ تفضل. من المعروف أن الآن أن الكتائب المسلحة تحاول فرض سيطرتها على الشمال لعدة أسباب. أولا ذكرنا أنها ترى وجود بعض المعابر الأساسية التي تمدها بالمواد اللوجستية والمواد الغذائية والأسلحة التي تتلقاها من تركيا، هذا عامل مهم. العامل الثاني أن هذه القوى كما هو معروف لها ارتباطات وعلاقات مع تركيا، وتركيا تقوم بدعم هذه الجماعات المسلحة، لهذا فإن هذه الجماعات تحاول تطبيع الحرب أو لنقل بشكل آخر تحاول نشر المعارك ونطاق الحرب في جميع مناطق غربي كردستان، على الأخص في رأس العين سريكانية وتل أبيض وعفرين قبل كم شهر. والآن الجماعات تحاول السيطرة على الشمال لتفرض وجودها على الشمال وبذلك تحصل على رضا الدولة التركية لأنها تقوم بدور الأب الذي يمد هذه الجماعات بالإمدادات والقوى التي تريدها وتسعى للحصول عليها في فرض سيطرتها على المعارضة المسلحة في سوريا. نعم أستاذ مصطفى ريزان الصحفي، كنت معنا من مدينة بروكسل، شكرا لك على هذه المشاركة. تحية لك ولكل المشاهدين. شكرا لك.